طيب truth or dare dare عشرة ضغط يا حلو اتفضل ما فيش اسهل من كده يا جماعة والله بص بقى يلا جاهزين جاهزين واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة حاضر هروح الجيم تسعة عشرة لا برافو الصراحة برافو اهو ها عجبتك؟ امال انت فاكر انا اتجوزتك ليه؟ يا سلام ماشي نادين تروث اور دير تشوث هو ايه الحكاية يا جدعان؟ هو احنا في موسم التزاوج ولا ده عشان بالعربي ولا ايه؟ ايه؟ هل تريدين الزواج من احد من الموجودين هنا؟ عندنا شاب هنا زي الورد والله لا لا اريد اوبا ده كلام يتقال ده كلام يتقال ايه يا جماعة اللعبة كده في ايه؟ وانا اخترت تشوث يعني انت يا نادين ما بتفكريش في الجواز خالص؟ لا اكيد فكرت فيه وفكرت فيه كتير كمان لحد ما بطلت افكر فيه ليه يا نادين؟ خلي الدور يمشي يا نور طب انتوا عارفين اول اتنين اتجوزوا ليه؟ هل هنا حد عنده اي فكرة؟ نادين حبيبتي مش وقته خلينا نخلص اللعبة لا 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 استنى يا ادم انا عايزة اعرف اللعبة مش هتطير قولي قولي اكيد واحدة حبت واحد فضلت وراه لحد ما وقعته واتجوزها مالهوش اي علاقة بالحب على فكرة واحب اقولك بقى كمان ما جاتش من الست اصلا يبقى الجنسية واحد اتجوز واحدة عشان ياخد الجنسية لا برضه يا ظريف طب ما تقولي بقى لما المجتمع اتنقل من الصيد للزراعة الرجالة هم اللي كانوا ملاك الأراضي مش الستات قبليها أصلا الراجل ما كانش مهتم خالص يعرف مين ولاده ما كانتش فارقة معاه بس أنا بقى عنده أرض خاف بقى خاف لا يموت والأرض دي تروح منه فساعتها بس قرر اللي هو لازم يبقى عارف مين ولاده خاف على أملاكه يعني من الآخر ومن هنا جت فكرة الأسرة السعيدة الموضوع يعني موضوع كله ميراث فبما ان انا ما عنديش اي املاك ومش ناويه يبقى عندي عشان انا عايزه اعيش ومش ناويه احوش فالصراحه موضوع الميراث ده مش فارق معايا خالص يعني بس ما فيش ست ما نفسهاش تبقى ام لا ده تعميم بالزياده على فكره طب ما انا قدامك اهو انا مش حاسه انا عايزه ابقى ام يعني مش دلوقتي جايز اغير رايي وجايز ما غيروش معرفش وادم زيي على فكره انت عايز تبقى اب انا عايز نخلص اللعبه يا اما ننزل تحت نتفرج على التلفزيون بس انا مش موافق على كلامك يا نادين الحقيقه ان طبيعه الست انها بتدور على الامان والجواز بالنسبه لها هو الامان ده موافقاك بس ده مش شعور طبيعي ده شعور مكتسب انها طلعت لقيت باباها مسؤول عنها وعن البيت ومن بعده اخوها والناس دايما بتدعي لها بالستر حاسه ليه لو كانت اتربت بطريقه مختلفه ما جاش تطلع زي ما انت بتقول كده جاش تطلع مريضه بعدم الامان طب على فكرة بقى عندك حق تصدقوا وعلشان كده بقى الراجل ما بيبقاش فارق معاه غير الكارير والفلوس والنفوذ ما بيبقاش مسروع الجواز زي البنت يعني انت ما كنتش مسروع عشان تتجوزني؟ لا طبعا كنت مسروع عشان اتجوزك ما ابوكي معاه فلوس ونفوذ يعني لذيذ بهزر خلاص 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 روقوا روقوا نور truth or dare dare watch it